امتحان الشهادة الإعدادية في مادة العلوم عبارة عن 4 أسئلة، فيها أسئلة طبعاً أسئلة بتبقى ألف وبيه وجيم، طبعاً كل سؤال من الأسئلة بيبقى متنوع في الأسئلة، من ضمن أسئلة تعلل على اذكر المصطلح العلمي، أكمل، اختار من بين الأقواس، مسألة معينة طبعاً عن الوحدة الأولى. طبعاً احنا جبنا بعض الجوانب أو بعض الأسئلة المهمة جداً اللي بتتكرر في امتحانات كتيرة جداً واللي هنتناولها في المراجعة إن شاء الله دلوقتي. أو بداية من الوحدة الأولى كده زي ما احنا مقسمينها، الوحدة الأولى هقول بعض أنواع الأسئلة المهمة جدا اللي بتيجي على الدروس اللي موجودة في الوحدة الأولى. مثلا أول سؤال، اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية. لما يقولي مثلا في الامتحان المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، طبعا لما أقول المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن ده مفهوم كلمة السرعة، يبقى نكتب كده السرعة. تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر، طبعا ده مفهوم الحركة. لما يقول لي في الامتحان الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، ده طبعا مفهوم كلمة السرعة المنتظمة. الجسم بيقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، ده مفهوم طبعا السرعة الغير منتظمة. طب لما يقول لي في الامتحان اكتب المصطلح العلمي خارج اسمة مجموع المسافات الكلية التي قطعها الجسم على الزمن الكلي الذي يستغرقه الجسم لقطع هذه المسافة، طبعا ده مفهوم كلمة السرعة المتوسطة. طيب بعض النماذج أيضا على الوحدة الأولى في أسئلة اكتب المصطلح العلمي، السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن، ده تعريف آخر أيضا للسرعة المتوسطة. يعني السرعة المتوسطة ليها تعريفين، لما أقول المسافة الكلية التي قطعها الجسم مقسوما على الزمن الكلي، أو هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع مسافات أو نفس المسافة في نفس الزمن، يعني مسافات متساوية في أزمنة متساوية، فبرضه هسميها السرعة المتوسطة. طيب لما يقول لي في الامتحان أيضا اكتب المصطلح العلمي سرعة الجسم بالنسبة للمراقب، طبعا ده مفهوم كلمة السرعة النسبية. مقدار تغير سرعة الجسم خلال ثانية واحدة، مقدار تغير السرعة خلال وحدة الزمن أو خلال ثانية واحدة، ده طبعا مفهوم العجلة. كميات فيزيائية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط، دي الكميات الفيزيائية القياسية. طب وكميات فيزيائية يلزم معرفتها معرفة مقدارها واتجاهها، طبعا دي الكميات المتجهة. برضو مع العلم يعني انا عايز اقول كملحوظة، اسئلة المصطلح العلمي ممكن تيجي يعني نفس الاسئلة اللي انا بقولها دي ممكن تيجي كده زي مصطلح علمي، ممكن يقول لي اكمل مثلا، او ممكن تيجي مقارنة، يعني بقول مثلا قارن ما بين الكميات القياسية والكميات المتجهة، ونفس التعريف اللي انا قلته هي كميات فيزيائية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط، اذا دي الكميات القياسية، مع طبعا مع ذكر مثال زي الكتلة والمسافة والزمن، والكميات المتجهة الكميات التي يلزم لمعرفتها معرفة تامة معرفة المقدار والاتجاه. طيب نكمل برضو باقي أسئلة المصطلح العلمي على الوحدة الأولى. طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، ده مفهوم المسافة. لو قال لي في الامتحان مسافة مقطوعة في اتجاه ثابت، ده طبعا مفهوم الإزاحة. برضو في مفهوم تاني للإزاحة، أقصر مسافة في خط مستقيم ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يعني في المفهوم اللي بعده برضو هي الإزاحة. يعني لما أقول مثلا طول أقصر مسافة في خط مستقيم بين موضعين، هي موضع البداية وموضع النهاية، أيضا ده مقدار الإزاحة. طب لما أقولي في الامتحان الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن، يبقى ده مفهوم السرعة المتجهة. يبقى أنا لازم أميز ما بين حاجتين، السرعة القياسية والسرعة المتجهة. لما أقول المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن دي السرعة العادية والسرعة القياسية، لكن لما أقول السرعة لكن لما أقول الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن، ده مفهوم كلمة السرعة المتجهة. الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم بمرور الزمن، طبعا دي الحركة المعجلة. كلمة حركة معجلة يعني الجسم بيتحرك بعجلة، يعني السرعة بتتغير، فهو بيقول لي الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم، معنى كلمة السرعة تتغير يعني في عجلة، إذن هي الحركة المعجلة. النموذج الثاني من الأسئلة أيضا اللي بتيجي في الامتحانات الشهادة الإعدادية في مادة العلوم، أسئلة تعلل. أهم أسئلة تعلل الموجودة على الوحدة الأولى أيضا تناولها برضو، زي مثلا يقولي في الامتحان علل ما يأتي، يصعب تحقيق السرعة المنتظمة عمليا حول أن سرعة الجسم بتتغير حسب أحوال الطريق. صعب أن أنا أقدر أتحكم أن أنا أمشي بسيارة أو بأي جسم متحرك بحيث أنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، طبعا لسوء أحوال الطريق. طيب السؤال الثاني، علل ما يأتي، المسافة كمية قياسية بينما العجلة كمية متجهة. الفكرة كلها ان انا اقول يعني ايه كلمة كمية قياسية، يعني ايه كلمة كمية متجهة. فلما اقول المسافة كمية قياسية، لان المسافة يلزم معرفتها تحديد المقدار فقط،
بينما العجلة تعتبر كمية متجهة لأنه يلزم معرفتها تحديد المقدار والاتجاه. طيب السؤال رقم 3، فعلل للرسوم البيانية والجداول أهمية كبيرة لعلماء الفيزياء حول أنها تستخدم لوصف الظواهر الطبيعية بطريقة سهلة ويمكن من خلالها التنبؤ بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة. ده بالنسبة للسؤال رقم 3. السؤال رقم 4، ده قال لي في الامتحان على لمياتي الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة عجلته بتساوي صفر. طبعا كلمة سرعة منتظمة أو سرعة ثابتة يعني السرعة مش بتتغير، والعجلة بتساوي صفر ليه؟ طبعا لأن مفهوم العجلة هو تغير السرعة، فأقول كده الإجابة لأن العجلة تعتبر تغير في السرعة للجسم بمرور الزمن، وعندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة أو سرعة ثابتة فإن سرعته لا تتغير وبالتالي العجلة تساوي صفر، لا يملك الجسم أي قيم للعجلة. طيب السؤال رقم 5، لو قال لي في الامتحان على لمياتي السيارة المتحركة بسرعة ما بالنسبة لمراقب طبعا متحرك في نفس الاتجاه حركتها وبنفس سرعتها تبدو وكأنها ساكنة، طبعا أقول إن السرعة النسبية بتساوي صفر. طبعا الفكرة نفتكرها بسرعة، قلت لما يكون في جسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه والمراقب بيركب أحد الجسمين أحد السيارتين الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، طبعا في حالة نفس الاتجاه وفي حالة ان الجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه وفي اتجاه واحد بنطرح السرعات وبالتالي بدل السرعتين زي بعض يبقى حاصل طرحهم هيساوي صفر، اذا السرعة النسبية هتساوي صفر فيبدو الجسم الاخر وكأنه ساكن بالنسبة للمراقب. طيب النموذج رقم 3 في الاسئلة، متى يحدث الاتي؟ الازاحة لجسم ما تساوي صفر، امتى الجسم بيتحرك بس ازاحته بتساوي صفر؟ هقول عندما يعود الجسم لنقطة البداية. كمثال قلنا مثلا لما اقول لك ان كوكب الارض لما يلف لفه كامله او دوره كامله حول الشمس في مسافه قطعها كوكب الارض بس الازاحه الكليه بتساوي صفر لان نقطه البدايه هي نفس نقطه النهايه. طيب يقول لي مثلا متى يحدث الاتي ايضا، المسافه امتى تساوي الازاحه؟ هقول عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد او اتجاه ثابت، ساعتها المسافه هي نفس قيمه الازاحه. طيب امتى الجسم بيتحرك بحركه منتظمه؟ هقول عندما يقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه. طب لما يقول لي مثلا برضو متى يحدث ان الجسم بيتحرك حركه معجله، فكره الحركه المعجله او ان الجسم بيتحرك بعجله هقول عندما تتغير سرعه الجسم بمرور الزمن. طيب امتى عجله الجسم تساوي صفر؟ هقول عندما يتحرك الجسم لا اما تقول بسرعه منتظمه او بسرعه ثابته، فالاثنين فكرتهم ان السرعه مش بتتغير معنى كده ان العجله بتساوي صفر. طيب متى يحدث الاتي ايضا، رقم 6، السرعة القياسية تساوي السرعة المنتجة، دي حتة مهمة جدا. طبعا السرعة القياسية تساوي السرعة المنتجة، طبعا الفرق ما بين الاثنين، السرعة القياسية بتساوي المسافة على الزمن لكن السرعة المنتجة بتساوي الإزاحة على الزمن، إذا عمر الاثنين ما يساوي بعض إلا لما المسافة تساوي الإزاحة، عشان كده أقول الإجابة عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد ساعتها المسافة هي الإزاحة، إذا حاصل قسمة المسافة على الزمن هتساوي الإزاحة على الزمن، أو هقول الكمية القياسية تساوي السرعة القياسية تساوي السرعة المنتجة. طيب رقم 7، متى يحدث الآتي، ان السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية؟ طبعا اقول عندما يكون المراقب ساكن، يعني انا لو واقف مثلا ساكن واقف في الشارع على الرصيف وعدت من قدامي سيارة بسرعة 50 كيلومتر على الساعة، يبقى السرعة النسبية هي نفس السرعة الفعلية بتاعت السيارة بتساوي 50 كيلومتر على الساعة، يبقى في حالة ان المراقب ساكن بتكون السرعة النسبية مساوية تماما للسرعة الفعلية. طيب رقم 8، امتى تكون السرعه النسبيه اكبر من السرعه الفعليه؟ هقول عندما يتحرك المراقب في عكس اتجاه حركه الجسم. طب لو قال لي في الامتحان علل ليه لما بيتحرك المراقب في عكس اتجاه حركه الجسم بتكون السرعه النسبيه اكبر من السرعه الفعليه، هقول ان السرعه النسبيه بتساوي مجموع السرعتين، سرعه الجسم اللي بيركب فيه المراقب او سرعه السياره اللي راكب فيها المراقب وسرعه السياره اللي بتمشي في عكس الاتجاه، فلما بجمعهم يبقى السرعه النسبيه اكبر من سرعه المراقب واكبر ايضا من السرعه الفعليه للجسم الاخر. طيب رقم 9، امتى السرعة النسبية تكون اقل من السرعة الفعلية؟ طبعا سهلة جدا بقى العكس، اقول لما يتحرك المراقب في نفس اتجاه الحركة لان احنا بنطرح السرعات. السؤال رقم 10، متى يحدث الاتي، ان الجسم بيتحرك بعجلة منتظمة؟ طبعا اقول عندما تتغير سرعة الجسم بمقادير متساوية في ازمنة متساوية، ساعتها اقول ان الجسم ده بيتحرك بعجلة منتظمة. طيب السؤال رقم 11، في متى يحدث الاتي، امتى الجسم بيتحرك بعجلة تزايدية؟ أقول طبعا الجسم بيتحرك بعجلة تزايدية لما تكون السرعة النهائية اللي هي احنا سميناها عين 2 أكبر من السرعة الابتدائية اللي هي عين 1، ساعتها أقول إن العجلة دي عجلة تزايدية طبعا وقيمتها موجبة. طب ومتى يكون الجسم بيتحرك بعجلة تناقصية؟ أقول عندما تكون سرعته العكس بقى النهائية أقل من سرعته الابتدائية. طبعا كمثال على
العجلة التناقصية، زي لما أقولك مثلا القطار بيخش جوه المحطة أو داخل المحطة، بتكون سرعته الابتدائية كبيرة، فبيبدأ يضغط قائد القطار على الكابح أو الفرامل، فبتبدأ السرعة تقل بمرور الزمن، وبالتالي بيمشي بعجلة تناقصية، وكذلك بتكون السرعة النهائية أقل من قيمة السرعة الابتدائية. طيب رقم 13، أنت السرعة تساوي المسافة المقطوعة. في أي قيمة زي كده أو أي علاقة زي كده، أنا المفروض إن أنا أقول أو أشوف القانون هتبقى كلام سهل أوي. مش السرعة بتساوي المسافة على الزمن؟ طيب هقول لك إمتى السرعة تساوي المسافة؟ إمتى السرعة تساوي البسط؟ هتقول لي لما يكون المقام اللي هو الزمن بيساوي الواحد أو الوحدة. فعشان كده أقول لك إن السرعة قد تساوي المسافة المقطوعة عندما يكون الزمن هو الوحدة أو بيساوي واحد ثانية. طيب متى يحدث أن تتساوى مسافتان معا؟ أقول عندما يكون لهما نفس المقدار، يعني نفس القيمة. طب ومتى تتساوى الإزاحتان؟ هزود كلمة طبعا على نفس المقدار، هقول عندما يكون لهما نفس المقدار ونفس الاتجاه، لأن طبعا الإزاحة تعتبر كمية متجهة، فلازم أقول إن الاتجاهين متساويين للإزاحتين. طيب بعض الرسومات البيانية المهمة على الوحدة الأولى، يعني مثلا أول رسم بياني في حالة إن الجسم يكون ساكن، طبعا ممكن يجي كرسم بياني كده ويقول لي اذكر ما تشير إليه العلاقات البيانية التالية، ممكن، أو ممكن بطريقة تانية، ممكن يقول لي مثلا عندما يكون أو عند رسم خط مستقيم بيوازي محور السينات في العلاقة بين المسافة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي، ده يعتبر جسم ساكن. بمرور الزمن الجسم المسافة اللي قطعها هي، وبالتالي الجسم ده ساكن مش بيتحرك. طب العلاقة اللي جنبيها على طول، لما برضه أقول المسافة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي وبرسم خط مستقيم بيخرج من نقطة الأصل، ساعتها أقول إن الجسم ده بيتحرك بسرعة منتظمة، يعني بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طب الرسم اللي بعده، لما ارسم السرعه على المحور الراسي والزمن على المحور الافقي، ساعتها اقول وطبعا ارسم خط مستقيم بيوازي محور الزمن او محور السينات، هقول ان الجسم دوت بيتحرك بسرعه ثابته او سرعه منتظمه. طبعا في الحاله دي العجله بتساوي كام؟ الحاله دي العجله طبعا بتساوي صفر، لا يملك الجسم اي قيمه للعجله لان السرعه مش بتتغير، قيمتها ثابته. طبعا الرسم اللي بعد كده برضو، ما بين السرعه على المحور الراسي والزمن على المحور الافقي وبرسم خط مستقيم بيخرج من نقطة الأصل، ساعتها أقول إن الجسم ده بيتحرك بعجلة، والعجلة دي منتظمة وفي نفس الوقت عجلة تزايدية. طيب آخر رسم خالص، لما أرسم علاقة ما بين السرعة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي وأرسم خط مستقيم عكس الرسمة طبعا اللي هي بيخرج من نقطة الأصل، فأقول ساعتها إن الجسم ده بيتحرك أيضا بعجلة منتظمة، ولكن في الحالة دي هي عجلة منتظمة تناقصية لأن السرعة بتقل مع تغير الزمن، كل ما الزمن بيزيد السرعة بتقل، إذن هي عجلة تناقصية. طيب خامس نوع من الأسئلة في الوحدة الأولى، بعض المسائل الهامة اللي ممكن طبعا لازم هتيجي طبعا مسألة، المسألة ممكن تيجي عن السرعة، ممكن تيجي عن العجلة، ممكن تيجي عن تعيين السرعة المتجهة والإزاحة. طبعا أنا تناولنا كل المسائل اللي بخصوص الجزئية دي، طبعا مسائل سهلة جدا، المفروض لما يجيني مسألة في الامتحان المفروض ان انا اكتب القانون وابدأ ان انا احلها بطريقة سهلة جدا، مع ملاحظة بعض الملاحظات الهامة جدا، يعني مثلا الزمن لو اداني الزمن بالدقائق لازم احوله لثواني، لو اداني السرعة بالكيلومتر على الساعة لازم احولها بالمتر على الثانية، زي ما قلنا قبل كده بنضرب في 1000 على 60 في 60 او اللي هي الاختصار بتاعها اللي هو بيساوي 5 على 18. كمثال أول مسألة مثلا بيقول لي تحرك تلميذ من بيته إلى مدرسته بسرعة مقدارها 2 متر على الثانية فوصل بعد 10 دقائق، ما المسافة بين التلميذ أو المنزل بتاع التلميذ والمدرسة؟ طبعا هو مديني العلاقة اللي مداني أو القيم اللي مداني في المسألة، مديني قيمة السرعة اللي بيتحرك بيها العين ب 2 متر على الثانية، ومديني الزمن، بس الزمن بالدقائق. طبعا ما ينفعش إن أنا أعوض في القانون بتاع السرعة بتساوي المسافة على الزمن السرعة بالمتر على الثانية والزمن بدقائق، لازم احول الزمن من دقائق لثواني، فاقول ان 10 دقائق الزين بتساوي 10 دقائق او بتساوي 10 في 60 يعني 600 ثانيه. طيب من القانون قلنا ان العين بتساوي الفيه على الزين، او الفيه طبعا احنا طالبين الفيه، يبقى الفيه بتساوي العين في الزين، هضرب السرعه في الزمن، السرعه بتساوي 2 في الزمن ب 600، 2 في 600 هيساوي 1200، طبعا وحده القياس بتاعه المسافه هي المتر، او لو قال لي في الامتحان مثلا اختار ما بين الاقواس، كتب لي مثلا نفس المساله ديت بس ما كتبليش، يعني قال لي اختار الاجابه بس ما كتبليش في الاختيارات 1200 متر، كتب لي مثلا 120 متر، كتب لي 1.12 كيلومتر، وكتب لي 1.2 كيلومتر، هقول هي طبعا 1.2 كيلومتر هي الاجابه الصحيحه، لان ال1200 متر لو قسمتها على 1000 حولتها من متر الكيلومتر تساوي 1.2 كيلومتر. طيب مساله رقم 2،
بيقول لي سيارتان تتحركان في نفس الاتجاه، السيارة الأولى تتحرك بسرعة 40 كيلومتر على الساعة، السيارة الثانية بتتحرك بسرعة 60 كيلومتر على الساعة. كم تكون السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة للمراقب يقف على الرصيف؟ طبعا لو المراقب واقف على الرصيف يعني ساكن، ساعتها هيشوف السرعة أو هيشوف الجسم المتحرك بنفس قيمة سرعته الفعلية، يعني السيارة الثانية هيشوفها بنفس السرعة بتاعتها الفعلية اللي هي 60، وبالتالي ستكون السرعة النسبية في حالة إذا كان المراقب ساكن بتساوي 60 كيلومتر على الساعة. طيب بيقول لي المطلوب رقم 2، في حالة إن المراقب بيجلس في السيارة الأولى، السيارة الأولى اللي هي بتمشي بسرعة 40، طبعا هي ماشية في نفس الاتجاه للسيارة اللي بتمشي بسرعة 60، هقول ساعتها السرعة النسبية تساوي حاصل طرح السرعتين من بعض، يبقى 60 ناقص 40 هتساوي 20 كيلومتر على الساعة. طبعا الفكرة كلها ان لما يكون الجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه بطرح السرعات. طيب لو قال لي برضو بيتحركوا في عكس الاتجاه بقى، هقول ساعتها ان السرعة النسبية كما يلاحظها المراقب هجمع 40 زائد 60 هتساوي 100 كيلومتر على الساعة. اذا في حالة ان الجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه بطرح السرعات، في عكس الاتجاه عشان اجيب السرعة النسبية بجمع السرعات. طيب مسألة كمان رقم 3، لو قال لي في الامتحان مثلا قطار يتحرك بسرعة 72 كيلومتر على الساعة، احسب قيمة سرعته بوحدة المتر على الثانية. تقول لي سهلة جدا، هقول 72 هضربها في 1000 عشان احول من كيلومتر للمتر، واقسم على 60 في 60 اللي هو 3600 عشان احول من ساعة لثانية. او طبعا بطريقة مختصرة لو انا اختصرت ال1000 على 60 في 60 هتطلع 5 على 18، فلما اضرب 72 في 5 على 18 هيطلع بتساوي 20 متر على الثانية. طيب مسألة رقم 4، بيقول لي سيارة تتحرك، طبعا دي مهمة جدا بقى المسألة رقم 4 والمسألة اللي بعدها من أهم مسألتين. بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة 80 متر على الثانية، استخدم السائق الفرامل. كلمة استخدم السائق الفرامل إذا هيمشي بعجلة تناقصية، يعني القيمة بتاعت السرعة هتقل. طيب لتقليل السرعة فتناقصت بمعدل 2 متر على الثانية تربيع، دي قيمة العجلة التناقصية، احسب سرعة السيارة بعد 12 ثانية. سيارة تتحرك بسرعة 80 متر على الثانية، إذا السرعة الابتدائية هي اللي هتساوي 80، إذا العين واحد بتساوي 80 متر على الثانية، ماشي. استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة فتناقصت بمعدل 2 متر على الثانية، إذا قيمة الجيم أو العجلة بتساوي، مش هقول 2، هقول سالب 2 متر على الثانية تربيع. اشمعنى؟ أقول لك طبعا أول ما تعرف من المسألة إن السرعة بتقل أو إن العجلة اللي بيتكلم عنها عجلة تناقصية، لازم لو هو اداني أعوض عنها بقيمة سالبة عشان المسألة تبقى مظبوطة وتطلع القيمة النهائية صحيحة. طيب يبقى الجيم بتساوي سالب 2 متر على الثانية تربيع. طب والزمن أو الزين بتساوي 12 ثانية. هعوض في العلاقة عين 2 ناقص العين 1 بتساوي الجيم في الزين، العين 2 اللي هي القيمة المجهولة اللي هو سرعة السيارة بعد 12 ثانية، ناقص 80 اللي هي العين 1 تساوي الجيم في الزين، الجيم بسالب 2 في الزمن ب 12. يبقى اقول كده عين 2 ناقص 80 هتساوي سالب 2 في 12 يعني سالب 24، زي مساله رياضه او معادله رياضه بالظبط. هودي السالب 80 الناحيه الثانيه، هتبقى عين 2 بتساوي 80 ناقص ال 24، هتطلع ان القيمه بتساوي 56 متر على الثانيه. اذا السياره اللي كانت سرعتها 80 متر على الثانيه ومشيت بعجله تناقصيه سالب 2 متر على الثانيه تربيع، بعد 12 ثانيه بالظبط سرعتها هتبقى 56 متر على الثانيه. طبعا دي من المسائل المهمه اللي بيطلب فيها احد المجهولين اللي هو بتكون السرعه. طيب مساله رقم 5، المساله ديت لاما يجيبها لي في الامتحان مرسومه زي ما هي مرسومه كده، لاما يجيبها لي كلاميه من غير رسم. ازاي؟ طبعا لو جابها لي اساسا كلاميه من غير رسم هيقول لي زي ما احنا شايفين كده قدامنا، لو قال لي مثلا في الامتحان جسم تحرك 100 متر شمالا في 3 ثواني، ثم 200 متر شرقا في 5 ثواني، ثم 100 متر جنوبا في ثانيتين، وبعد كده يطلب مني بعض الطلبات، يقول لي احسب قيمه المسافه، احسب قيمه الازاحه، احسب قيمه السرعه المتجهه، او يجيبها لي مرسومه زي ما احنا رسمنا. طيب لو قال لي مثلا زي ما هي كده او جابها لي بالكلام وقال لي المعطيات بتاعه المساله زي ما قلت لكم ان هو مشي 100 متر شمالا في 3 ثواني، ثم 200 متر شرقا في 5 ثواني، ثم 100 متر جنوبا في ثانيتين، هبدا ان انا ارسمها عشان اعرف احلها وما اتلخبطش فيها. طيب عايز المسافه، هقول ان المسافه بتساوي طول المسار الفعلي اللي اتحركه او قطعه الجسم، يبقى هجمع 100 زائد 200 زائد 100، اذا قيمه المسافه الكليه هتساوي 400 متر. طب والازاحه؟ طبعا انا قلت ان الازاحه اقصر طريق في خط مستقيم يوديني من نقطه البدايه لنقطه النهايه، يعني المسافه على طول هتبقى س لام، او قيمه الازاحه هتبقى القيمه س لام على طول. طبعا س لام هي موازيه او بتساوي القيمه
صدعين، إذن هتساوي الإزاحة 200 متر في أي اتجاه، لما أقول في اتجاه سين لام أو أقول شرقا 200 متر شرقا، إذن دي قيمة الإزاحة. طيب لما يقول لي في الامتحان عايز قيمة السرعة في المسألة ديت، عايز قيمة السرعة المتجهة، طبعا السرعة المتجهة مش هتساوي المسافة على الزمن، لا هتساوي الإزاحة على الزمن الكلي. طبعا الإزاحة اللي أنا لسه جايبها من المطلوب رقم 2 اللي هي 200، وهقسمها على الزمن الكلي اللي هو مجموع الأزمنة اللي هو 3 ثواني زائد 5 ثواني زائد ثانيتين اللي هم يعتبروا 10 ثواني. إذن الإزاحة 200 على الزمن الكلي 10، تطلع قيمة السرعة المتجهة بتساوي 2 متر على الثانية. طبعا هي عشان سرعة متجهة لازم أقول الاتجاه، فأقول 2 متر على الثانية شرقا أو في الاتجاه سين لام. دي طبعا مسألة من المسائل المهمة جدا. طب افرض أزود كمان حاجة، لو قال لي عايز كمان السرعة المتوسطة، تقولي سهلة جدا، هقول إن السرعة المتوسطة بتساوي مجموع المسافات الكلية اللي قطعها الجسم اللي هو 100 متر زائد 200 متر زائد 100 متر اللي هم 400 مقسوما على الزمن الكلي اللي هو 10 ثواني اللي هو 3 ثواني زائد 5 ثواني زائد ثانيتين. يبقى 400 على العشرة هتساوي 40 متر على الثانية، ودي قيمة السرعة المتوسطة للسيارة. طبعا دي مسائل ان شاء الله مش هيخرج عن المسائل هتيجي في الامتحان، مهمة جدا جدا، وطبعا لازم نركز عليها وناخد بالنا منها عشان لما تيجي في الامتحان نعرف ان احنا نحلها بطريقة صحيحة. طيب برضو بعض الأسئلة أو نماذج الأسئلة رقم 6، سادس نموذج للأسئلة على الوحدة الأولى، لما يقولي في الامتحان ما معنى قولنا أن، أو ماذا نعني بقولنا أن. أول سؤال، يعني السرعة المتوسطة الجسم بتساوي 12 متر على الثانية. هقول طبعا تعريف القيمة اللي هو مداني أو الرمز اللي هو مدهوني اللي هو السرعة المتوسطة، وأقول في الآخر القيمة الرقمية أو العددية اللي هو قال لي عليها. فأقول معنى ذلك أن، أو أي أن، خارج اسمة طبعا تعريف السرعة المتوسطة، أي أن خارج اسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي هيساوي 12 متر على الثانية. طب لما يقول لي في الامتحان ماذا نعني بقولنا أن، جسم بيتحرك بسرعة منتظمة بتساوي 20 متر على الثانية، أقول تعريف السرعة المنتظمة، هقول أي أن هذا الجسم يقطع مسافة متساوية مقدارها 20 متر في أزمنة متساوية مقدارها 1 ثانية. طيب رقم 3، لو قال لي في الامتحان ماذا نعني بقولنا أن، الجسم يتحرك بعجلة مقدارها 4 متر على الثانية تربيع، طبعا هقول تعريف العجلة، هقول أي أن هذا الجسم تتغير سرعته بمقدار 4 متر على الثانية لكل ثانية، كل ثانية سرعته بتتغير بقيمة 4 متر على الثانية، أو يجيبها لي بنفس القيمة بس يقول لي زائد 4 متر على الثانية تربيع، هي نفس الفكرة، زائد يعني عجلة تزايدية، يعني أقول أي أن هذا الجسم تزداد بقى سرعته بمقدار 4 متر على الثانية لكل ثانية، أو يجيبها لي بقيمة سالبة، ماذا نعني بقولنا أن الجسم يتحرك بعجلة مقدارها سالب 4 متر على الثانية تربيع، أو لأي أن هذا الجسم تقل، كلمة زائد يعني تزداد وكلمة سالب 4 متر على الثانية تربيع أي أن هذا الجسم تقل سرعته بمعدل 4 متر على الثانية لكل ثانية. طيب سؤال رقم 4، ماذا نعني بقولنا أن الجسم يتحرك بعجلة منتظمة بتساوي صفر، هقول أي أن هذا الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أو يتحرك بسرعة ثابتة أو لا يحدث تغير في سرعة الجسم بمرور الزمن وبالتالي لا يملك أي قيمة للعجل. طيب هقول بعض الملحوظات طبعا المهمة اللي نختم بيها مراجعة الوحدة الأولى. هقول من أمثلة الحركة في اتجاه واحد زي حركة القطار، زي حركة المترو على القضبان، هقول مثال الحركة في اتجاه واحد قد يكون مستقيما أو منحنيا أو تركيبا منهما كليهما معا. أبسط أنواع الحركة هي الحركة في اتجاه واحد في خط مستقيم. هقول إن النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية في العجلة التزايدية بيكون أكبر من الواحد. لما أقولك النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية بقى أقسم الرقم أو القيمة الأولانية يعني عين 2 على عين 1. طبعا في العجلة التزايدية بتبقى العين 2 أكبر من عين 1، يعني البسط أكبر من المقام، يبقى تبقى النسبة أكبر من الواحد. طب النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية بس المرة دي في العجلة التناقصية، معنى كده ان العين 2 هتبقى اقل من العين 1، يعني البسط اقل من المقام، يبقى القيمة هتطلع اقل من الواحد. طب النسبة ما بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية، الجسم يتحرك بعجلة بتساوي صفر، كلمة عجلة بتساوي صفر يعني السرعة ثابتة، اذا العين 2 هي العين 1، ان السرعة مش بتتغير، يبقى بتساوي الواحد. طيب نبدأ نتكلم عن نفس او بعض نماذج الاسئلة ايضا بس على الوحدة الثانية. اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية، ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما يقابل سطحا عاكسا، ده طبعا تعريف الانعكاس للضوء. طيب لما يقول لي زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، هقول ده القانون الأول للانعكاس. لما يقول لي الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس بيتقع جميعا في مستوى أفقي واحد عمودي على السطح العاكس، ده طبعا مفهوم القانون الثاني للانعكاس.
لما يقول لي رقم 4 الشعاع الذي يسقط على السطح العاكس ده اسمه الشعاع الضوئي الساقط. طب العكس لما يقول لي الشعاع الذي يرتد او ينعكس من السطح العاكس ده اسمه الشعاع الضوئي المنعكس. طيب رقم 6 الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم من نقطه السقوط طبعا اسمها زاويه السقوط. طب رقم 7 الزاويه المحصوره بين الشعاع المنعكس والعمود المقاوم من نقطه السقوط طبعا اسمها زاويه الانعكاس. لما يقول لي في الامتحان ايضا رقم 8 اكتب المصطلح العلمي مرايا يكون سطحها العاكس جزءا من سطح كره جوفاء طبعا دي المرايا الكريه. طب لما يقول لي ان مرآه سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي للكره دي طبعا مفهوم المرآه المقعره. طيب رقم 10 مرآه سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي للكره ده مفهوم كلمه المرآه المحدبه. طيب نستكمل بقيه المصطلح العلمي رقم 11 هقول هو مركز الكره التي تعتبر المرآه جزءا منها ده اسمه مركز تقاور المرآه اللي احنا ادينا له الرمز ميم. نقطة تتوسط السطح العاكس للمرآة ده طبعا مفهوم قطب المرآة هي نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة طبعا سواء انها كانت مرآة مقعرة او مرآة محدبة. طيب لما يقول لي رقم 13 نصف قطر تقاور المرآة التي التي تعتبر مرآة جزء نصف قطر تقاور الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها ده طبعا تعريف النقة او نصف قطر التقاور. لما يقول لي في الامتحان المستقيم المار بمركز تقاور المرآة وقطبها طبعا هو عدده مستقيم واحد فقط وده اسمه المحور الأصلي للمرآة. لما يقول لي في الامتحان أي مستقيم بيمر بمركز تقاور المرآة وأي نقطة على سطحها بخلاف أو معادة قطبها ده تعريف المحور السنوي وقلنا إن المرآة بتحتوي على عدد لا نهائي من المحاور السنوي. طيب لما يقول لي رقم 16 في اكتب المصطلح العلمي المسافة بين البؤرة وقطب المرآة ده طبعا تعريف البعد البؤري اللي هو احنا سميناه عين طبعا مع ملاحظة ان العين بتساوي نق على الاثنين او النق بتساوي اثنين عين يعني نص القطر بيساوي ضعف البعد البؤري. السؤال رقم 17 وسط شفاف كاسل للضوء له سطحان كريان ده طبعا مفهوم كلمة العدسة. عدسة سميكة من الوسط ورقيقة من الاطراف ده مفهوم كلمة العدسة المحدبة. طب العكس عدسة رقيقة من الوسط وسميكة من الاطراف ده مفهوم العدسة المقعرة. مركز الكرة التي يكون هذا الوجه من العدسة جزء منها ده طبعا مركز تقور العدسة أو مركز وجه العدسة اللي احنا بنسميه ميم. طيب لما يقولي في الامتحان الخط الواصل بمركزي تقور وجهي العدسة طبعا لازم هيمر بالمركز البصري مرا بالمركز البصري العدسة بنسميه المحور الأصلي للعدسة وده طبعا واحد بس أو عدد المحاور الأصلية الموجودة في العدسات سواء كانت محدبة أو مقعرة هو محور أصلي واحد. طيب نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها ده اسمه المركز البصري وليها مفهوم تاني لما يقول لي نقطة وهمية تقع في باطن العدسة وأي مستقيم بيمر بها ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار ده المركز البصري للعدسة. نص قطر الكرة التي يكون هذا الوجه جزءا منها طبعا اسمه نص قطر التقاور اللي احنا سميناه بنقط. وسط شفاف له وجهان كريان أيضا ده مفهوم كلمة العدسة. تاني نموذج من الأسئلة اللي موجودة على الوحدة التانية أسئلة تعلل. فلما يقولي مثلا في الامتحان الشعاع الساقط على سطح عاكس بيرتد على نفسه إيه السبب علل هقول لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر وبالتالي سينعكس على نفسه. السؤال رقم 2 الصورة متكونة بالمرايا المستوية غير حقيقية كلمة غير حقيقية يعني هي كلمة تقديرية هقول طبعا لأنها بتنتج من تلاقي امتداد الأشعة المنعكسة ولا يمكن استقبالها لحال. اي سؤال في الامتحان للصوره اللي بتتكون بواسطه كذا مرايه محدبه مرايه مستويه العدسه طبعا لو عدسه هنغير بس في الكلمه بدل هنقول انعكاس هنقول انكسار. فاي سؤال بيقول ان دي ليه صوره تقديريه هقول طبعا لانها تنتج من تلاقي امتداد الاشعه المنعكسه في حاله المرايه المحدبه والمرايه المستويه ولا يمكن استقبال هذه الصوره على حال وبالتالي فهي صوره غير حقيقيه اقول عليها اسمها صوره تقديريه. طيب السؤال رقم 3 فعلل تكتب كلمة إسعاف بطريقة معكوسة على سيارات الإسعاف هقول حتى يراها قائد السيارات التي أمامها في المرآة بصورة صحيحة معتدلة فيخلو لها الطريق علشان تقدر أنها تتحرك. طيب السؤال رقم 4 المرآة المقعرة تعتبر مرآة لامة يعني مجمعة هقول أن الأشعة الساقطة عليها تتجمع في نقطة واحدة اللي هي البور. طيب السؤال رقم 5 ليه المرآة المحدبة تعتبر مرآة مفرقة أقول أن الأشعة الساقطة عليها تتفرق ولا تتجمع نهائيا في نقطة ولكن الذي يتجمع في حالة المرآة
المحدبة أو المرآة المفرقة، الامتداد فقط، ودوت طبعا امتداد تقديري أو بتكون بؤرة تقديرية وليست حقيقية. طيب الصورة رقم 6 فعلل تستخدم مرآة مقعرة في الأفران الشمسية. طبعا احنا الفكرة كلها زي ما خدنا معلومة عنها كده ان أرشميدس استخدم مرآة مقعرة كبيرة في ان هو بيكون أو بيجمع الأشعة الضوئية اللي ساقطة من الشمس في نقطة واحدة اسمها البؤرة، فبتزداد فيها شدة الحرارة، فقدر ان هو يحرق بيها أشرعة السفن الأسطول اللي كان جاي يعتدي على البلد اللي موجود فيها أرشميدس. فهي نفس الفكرة، فقلت استخدم مرآة مقعرة في الأفران الشمسية، هقول أنها تعمل على تجميع الأشعة الساقطة عليها في نقطة واحدة اللي هي البؤرة، فترتفع درجة حرارتها، وبالتالي تستخدم هذه الحرارة في التسخين أو في صهر المعادن أو في حاجة اسمها الطهي الشمسي، بيستخدمه طبعا في بعض الدول في أوروبا لان حاجه صحيه جدا دون تدخل في اي من اي وسائل من الوقود، ان انا بستخدم الطاقه النظيفه اللي جايه من الشمس في توليد كميه حراره كبيره. السؤال رقم 7 توضع مرآه محدبه على يمين او على يسار سائق السياره، هقول انها تعمل على توسيع مدى الرؤيه من خلال تكوين صوره تقديريه معتدله مصغره، والفكره طبعا قلناها ان الجسم لو اتحط على اي بعد من سطح المرآه المحدبه هي نفس الصوره اللي بتتكون، دائما تتكون له صوره تقديريه معتدله مصغره، وبالتالي بيوضع على يسار سائق السياره مرآه محدبه. السؤال رقم 8 علل للمرآة الكرية بؤرة واحدة بينما للعدسة بؤرتان، هقول ان المرآة الكرية لها سطح كري واحد والسطح الكري ليه مركز تقاور واحد وبالتالي ليها بؤرة واحدة، بينما العدسة لها سطحان كريين فبالتالي ليها اثنين مركز تقاور وليها اثنين بؤرة او اثنين ب. طيب السؤال رقم 9 علل ماتي اختلاف موضع البؤرة الاصلية باختلاف سمك العدسة المحدبة، يعني في عدسة محدبة سميكة وفي عدسة محدبة رقيقة شوية، فهو بيقول لي علل ليه اختلاف موضع البؤرة الأصلية باختلاف سمك العدسة. هقول طبعا الإجابة لأنه باختلاف السمك بيختلف نص القطر، فكرة كلها أن السمك بتاع العدسة لو اختلف النق بتاع العدسة هيختلف هو كمان، فأقول أن اختلاف سمك العدسة بيختلف نص القطر التقاور فيختلف بعدها البؤري فيتغير موضع البؤرة. طبعا النق كل ما بيتغير البي بتقع في المنتصف ما بين النق وما بين المركز البصري، فبالتالي كل ما يزيد النق البعد البؤري أيضا هيزيد أو البؤرة هتبعد أكثر عن العدسة. طيب علل ما يأتي، سؤال رقم 10 البعد البؤري للعدسة المحدبة الرقيقة أكبر من البعد البؤري للعدسة السميكة. طبعا الفكرة بقى بسيطة احنا فهمناها من السؤال اللي قبله، هقول إن نص قطر تقاور العدسة الرقيقة أكبر من نص قطر تقاور العدسة السميكة. طيب سؤال رقم 11 علل ما يأتي لا تتكون صورة لجسم في بؤرة عدسة محدبة أو في بؤرة مرآة مقارة أو في أي بؤرة لمراية أو عدسة، دايما ما ينفعش تتكون صورة. هقول ان الاشعة الناتجة بتكون متوازية وبالتالي لن تتقاطع او لن تتجمع فلن تتكون صورة. طبعا سؤال مهم، طبعا اللي على نفس السؤال دوت لما قلنا لما كنا بنشرح الجزء دوت لما قلنا فكرة ان كشاف السيارة بيصنع بحيث بيوضع مصباح في بؤرة مرآة مقعرة حتى تسقط الاشعة متوازية فتنعكس، حتى تسقط الاشعة مرة بالبؤرة فتنعكس متوازية فتستطيع إضاءة أكبر مساحة ممكنة. فيها نفس الفكرة، أنا ما ينفعش إن أنا أحط جسم عند البؤرة فعمره ما هتتكون له صورة أبدا، لأن الأشعة اللي هتنتج من العدسة أو من المرايا دايما هتكون متوازية فبالتالي لن تتقابل فلن تتكون صورة. طيب سؤال رقم 12 لا يمكن استقبال الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة على حائل. طبعا فكرة إن أنا ما ينفعش استقبلها على حائل، إذن الصورة دي صورة تقديرية. هقول ان العدسه المقعره بتفرق الاشعه والصوره الناتجه بتكون تقديريه تنتج من تلاقي امتداد الاشعه المنكسره وليست الاشعه بنفسها، امتدادها فقط، وبالتالي هي صوره غير حقيقيه، اقول عليها اسمها صوره تقديريه. طيب السؤال بعد كده علل لما ياتي تستخدم عدسات مقعره لعلاج قصر النظر. طبعا حته قصر النظر وطول النظر مهمه جدا، لازم تيجي جزئيه منها في الامتحان، قد يكون في صوره علل قد يكون في صوره مقارنه، احنا برضو انا جايبها في صوره مقارنه علشان نتابعها بكل اوجه أو كل أشكال الأسئلة اللي ممكن تيجي عليها. فبيقول لي تستخدم عدسات مقعرة لعلاج قصر النظر. طبعا فكرة العدسة المقعرة أنها بتعمل على تفريق الأشعة، فأقول كده الإجابة لأن العدسة المقعرة تعمل على تفريق الأشعة قبل دخولها إلى العين ثم تتجمع على الشبكية، وبالتالي يستطيع الشخص إذا المصاب بقصر النظر إذا وضع عدسة مقعرة أنه يشوف طبعا الأجسام بصورة صحيحة. طيب السؤال بعد كده العكس، ليه بتستخدم عدسات محدبة لعلاج طول النظر؟ أقول إن العدسة المحدبة تعمل على تجميع الأشعة قبل دخولها إلى العين أو قبل سقوطها على العدسة العينية المحدبة، وبالتالي ستتجمع الأشعة على الشبكية فيستطيع الشخص الرؤية بوضوح. طيب السؤال بعد كده علل ما يأتي،
الشعاع الساقط مرا بمركز تقاور مرآبي ينعكس على نفسه. طبعا فكره ان هو ينعكس على نفسه خلاص احنا قلناها. هقول انه بيسقط عموديا، وبتكون زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر، وبالتالي سينعكس على نفسه. طيب يمكن جمعنا بعض الرسومات او الرسومات في صوره اللي هي المكرره. ازاي؟ يعني لما اقول مثلا في المرايه وفي العدسه هي نفس الفكره. يعني لما اقول لك موضع الجسم على بعده اكبر من ميم، في المرايه المقارنه زي العدسه المحدبه بالظبط، في موضع الجسم، في موضع الصوره، في خواص الصوره، بس الاختلاف فقط هيكون في الرسم. يعني مثلا في الرسومات رقم واحد، الرسمه رقم واحد اللي هي للمرايه المقارنه، والرسمه اللي تحتها رقم واحد للعدسه المحدبه. لما اقول لك ان الجسم انا حطه على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، الصوره هتتكون فين؟ سواء انها كانت مرايه مقارنه او عدسه محدبه، نفس الفكره. الصورة هتتكون ما بين الب والميم، يبقى على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري. وصف الصورة قلنا ساعتها حقيقية ومقلوبة ومصغرة. طبعا فكرة بقى بسيطة جدا ورجعناها كذا مرة وقلناها كذا مرة، إن في حالة المراية المقارنة برسم شعاع موازي بينعكس مرة بالبورة، وبرسم شعاع مرة بالبورة فبينعكس موازي. موضع التقابل مع بعض هو ده موضع تكون الصورة. أحب طبعا لما نكون بنحل أو جالي رسمة في الامتحان وعايزني إن أنا أرسمها في ورقة الإجابة بأي صورة بقى، إن كانت إن أنا أكمل مسار الأشعة في ورقة الإجابة بتاعتك، إن يقول لي مسألة كلامية وإن أرسم مثلا إن في جسم محطوط على بعد أكبر من ضعف البعد البوري، بين بالرسم كده إزاي بتتكون الصورة ووصف الصورة. فزي ما قلت لكم قبل كده لازم الرسم طبعا يكون بالقلم الرصاص عشان ما غلطش، ولازم أرسم المحور الأصلي في المنتصف بالظبط، سواء كانت في المرايه المقارنه أو في عدسة محدبة، مع ملاحظة إن أحط الب في المنتصف بالظبط ما بين الميم والقاف في حالة المرايه المقارنه، أو ما بين الميم والمركز البصري في حالة العدسة المحدبة. طبعا الصورة هتطلع سهلة جدا أو بسيطة جدا، ورسمة هتبقى صحيحة إن شاء الله في الامتحان. طبعا في حالة العدسة بقى برسم شعاع موازي بينكسر مار بالبورة، وبرسم شعاع من نفس النقطة بتاعت الجسم بيسقط مر بالمركز البصري فبينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. موضع التقابل الاتنين مع بعض هو موضع الصورة. طيب الرسم رقم 2 و2 اللي تحت دول للمراية المقارنة وللعدسة المحدبة، لما يقول إن الجسم محطوط على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، يعني إيه؟ يعني الجسم محطوط على الميم بالظبط. طيب الصورة أيضا هتتكون تبقى على الميم، يبقى على بعد يساوي ضعف البعد البؤري أولى عند مركز التقاور. وصف الصورة، الحالة الوحيدة اللي موضع الجسم هو نفس موضع الصورة، أو بعد الجسم عن المرآة أو العدسة هو نفس موضع أو بعد الصورة عن المرآة المقارنة أو العدسة المحدبة، وبيكون أيضا طول الجسم قد طول الصورة، فأقول إن الصورة وصفها حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. طبعا يقولها لي في الامتحان ساعات إن وضع جسم مثلا طوله 4 سنتي على بعد 10 سنتي من مرآة مقارنة بعدها البؤري 5، إذا بعدها البؤري 5 هو اتحط على بعد 10، إذا هو محطوط على الميم. طب الجسم طوله كام؟ 2، يبقى الصورة هي كمان طولها 2 سنتي زيه بالظبط. طيب وموضع بعد الجسم هو نفس بعد الصورة. طيب المسار رقم 3، رسمة رقم 3 طبعا في حالة العدسة المحدبة أو المرآة المقارنة زي ما احنا شايفين، لما يكون الجسم ما بين الب والميم يبقى على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري. الصورة هتكون بعد الميم أو على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري أو أبعد من الميم اللي هو مركز التقاور. وصف الصورة، الصورة هتكون حقيقية ومقلوبة ومكبرة. طبعا أنا أفتكر حاجة مهمة جدا، إن كل ما الجسم يقرب من العدسة المحدبة أو المرآة المقارنة الصورة بتبعد وبتكبر لغاية طبعا حد معين، هي آخر حالة ديت اللي هي بتكون فيها الصورة حقيقية. طبعا لو الجسم اتحط على بعد يساوي البعد البؤري أو عند البورة زي رقم 4، يعني أقولك مكان الجسم سواء كانت مرآة مقارنة أو طبعا 4 مش في رسم، أنا بقول 4 في الجدول، يعني موضع الجسم أو مكان الجسم في البورة، ساعتها هقول إن الصورة هتتكون في ما لا نهاية، لن تتكون صورة لأن الأشعة اللي هتخرج سواء من كانت عدسة محدبة أو مرآة مقارنة هتكون متوازي. طيب الحالة رقم 5 والأخيرة، لما يكون الجسم على بعد أقل من البعد البوري اللي هما الرسمتين اللي تحت مرسومين في حالة المرآة المقارنة أو العدسة المحدبة، طبعا دي تعتبر من الحالات الهامة جدا. في حالة المرآة المقارنة هرسم شعاع موازي هينعكس مر بالبورة، هرسم امتداده خلف المرآة، وهرسم من نفس النقطة شعاع بيمر بمركز التقاور هينعكس على نفسه، وهرسم امتداده الاثنين هيتقابلوا خلف السطح العاكس، ودي الصورة الوحيدة اللي هتكون صورة غير حقيقية في حالة المرآة المقارنة أو في حالة العدسة المحدبة. طيب طبعا هي الصورة هي بقى موجودة في حالة العدسة المحدبة زي ما قلت لكم. الجسم لما يكون على بعد أقل من البعد البوري
هرسم في حاله العدسه المحدبه شعاع موازي للمحور الاصلي هينكسر مره بالبوره، هرسم امتداده في نفس موضع الجسم، وهرسم شعاع بيمر بالمركز البصري هينفذ على استقامته، برضو ارسم الامتداد بتاعه زي ما احنا شايفين. الاثنين هيتقابلوا في نفس جهه وجود الجسم في حاله العدسه المحدبه في الرسمه اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين، فهتكون الصوره رسمه رقم 5، فهتكون الصوره تقديريه معتدله مكبره. نفس الفكره هنا في العدسه المحدبه او في المرايه المقعره، لو الجسم محطوط على بعد اقل من البعد البوري. الحالتين دول طبعا مهمين جدا جدا، لان الحاله الوحيده اللي بيتحط فيها الجسم على بعد اقل من البعد البوري وبتتكون فيه صوره تقديريه وليست حقيقيه. طبعا في حاله العدسه المحدبه دي بتيجي كتير جدا في الامتحانات، يقول لي اكمل المسار اللي هو رقم 5 في العدسه المحدبه. الحاله الوحيده اللي الصوره قلنا فيها تقديريه ومعتدله مكبره، واللي انا بستخدم فيها العدسه المحدبه كميكروسكوب بسيط اللي بيستخدم فيه تكبير صور الاجسام الصغيره زي الناس الكبار في السن لما بيستخدموا العدسه المحدبه في القرايه، هي نفس الفكره بتاعت رقم 5، ان انا بحط او بقرب العدسه المحدبه من الكلام فبيبدا الكلام يبقى كبير شويه، لان انا كده حطيت الجسم او الكلام دوت على بعد اقل من البعد البوري، فالصوره بتتكون في نفس جهه وجود الجسم وتكون تقديريه ومعتدله ومكبره. طبعا حالات مهمه جدا، ودي يمكن من اكتر الحالات برضو اللي بتيجي في الامتحان في العدسه المحدبه او في المرايه المقعره، طبعا بالاخص في العدسه المحدبه. طبعا الحاله اللي في المنتصف ديت اللي هي بتاعه العدسه المقعره هي نفس الحاله بتاعه المرايه المحدبه، لما احط الجسم مش هقول على بعد معين، هقول على اي بعد. الصوره اللي هتتكون دائما صوره تقديريه معتدله مصغره. هرسم طبعا من الجسم شعاع بيسقط زي ما احنا شايفين كده، شعاع بيسقط موازي، هيتفرق هينكسر بحيث ان الامتداد بتاعه هيمر بالبوره، وشعاع بيسقط مر بالمركز البصري، الاثنين هيتقابلوا في نقطه واحده، هي دي موضع الصوره. الجسم الصغير جدا او السهم الصغير ده موضع الصوره، الصوره دي هتكون صوره تقديريه معتدله مصغره. طبعا لو قال لي ليه برضو تقديريه الصوره متكونه بواسطه العدسه المقعره صوره تقديريه او دائما تقديريه، هقول انها لا يمكن استقبالها على حائل وتتكون نتيجه تقابل امتداد الاشعه المنكسره، وبالتالي لا يمكن استقبالها على حائل، وبالتالي تكون صوره تقديريه. طيب برضو هنتكلم عن المسارات كمراجعه سريعه جدا. لما اقول لك مثلا في المسارات اللي احنا خدناها كلها، ممكن يقول لي في الامتحان اكمل مسارات الاشعه التاليه، فاقول مثلا مسار الاشعه الشعاع الساقط موازيا للمحور الاصلي في اني رسمه، هقول في حاله الرسمه رقم 1 ورسمه رقم 4 في حاله عدسه محدبه في 1 ورقم 4 المرآة المقعرة. في حاله العدسه المحدبه الشعاع الساقط موازي هينكسر مر بالبوره، وفي حاله المرآة المقعرة الشعاع الساقط موازي هينعكس مر بالبوره. طيب مسار رقم 2 الشعاع الساقط مر بالبوره، سواء انها كانت طبعا عدسه محدبه او مرآة مقعرة، لو عدسه محدبه هينكسر موازيا للمحور الاصلي، ولو مرآة مقعرة هينعكس موازيا للمحور الاصلي. طب الشعاع الساقط مر بالمركز البصري، ده في حاله العدسه المحدبه او طبعا عدسه مقعره، هينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. طب في حاله انه سقط مر بمركز التقور هينعكس على نفسه، قلت انه بيسقط عمودي وبتكون زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. طبعا ممكن يجيب لي في الامتحان رسمه زي كده ويقول لي اكمل المسار، يجيب لي الشعاع الساقط على عدسه موازي ويقول لي كمله، فانا اروح راسم شعاع من الناحيه الثانيه منكسرا مرا بالبؤره وهكذا. طبعا ضربنا عليها وخدناها، بس لازم طبعا للتذكره، لان دي من الاجزاء الهامه جدا برضو اللي بيسال عليها في الامتحان واللي بتساعدني برضو في الرسومات. طيب ممكن يجي مساله في الوحده الثانيه، زي ايه؟ هقول لك مثلا عن المرايا او العدسات، طبعا احنا واخدين فيها قانون اللي هو النق بتساوي 2 عين او العين بتساوي النق على الاثنين. يعني مثلا كمثال اول مساله، احسب البعد البؤري ونصف القطر في كل حاله من الحالات الاتيه. رسم لي مرايه مقعره ورسم لي ان الاشعه سقطت من نقطه، بس طبعا مش محدد لي النقطه عشان اعرف انا، وكاتب او رسم ان السهم او الشعاع الضوئي سقط وانعكس على نفس السهم، معنى كده تقولي ايه ده كده معناه ان هو انعكس على نفسه طبعا، وجايب لي ان المسافه من النقطه ديت لغايه المرايه 30 سنتي، معنى كده تقولي ده سقط وانعكس على نفسه، اذا النقطه دي تعتبر ميم، لان الشعاع الساقط مرا بالميم بينعكس على نفسه، اذا النق لو بعد الميم بيساوي 30 سنتي، تقولي سهله جدا، يبقى النق ب 30 سنتي، يبقى العين هتساوي نق على الاثنين او 30 على الاثنين يعني 15 سنتي. طيب السؤال رقم 2 او مساله رقم 2 يقول لي مثلا في الامتحان وضعت عدسه محدبه امام الاشعه القادمه من الشمس. كلمه الاشعه القادمه من الشمس دي اشعه متوازي، وعدسه محدبه يعني مجمعه. طيب فتكونت صوره مصغره جدا اللي هي النقطه المضيئه على بعد 10 سنتي،
إذا تقولي لي مادام سقطت الأشعة متوازية يبقى هتنكسر وهتتجمع في نقطة اسمها البور. هو بيقول لي إن اتجمعت في نقطة، النقطة دي بتبعد 10 سنتي كده، تقولي أنا خلاص أنا استفدت من أول نقطة دي إن البي بتبعد 10 سنتي، يعني البعد البوري هيساوي 10 سنتي خلف العدسة. وضح أين يتم وضع جسم للحصول على صورة تقديرية معتدلة مكبرة. طبعا سؤال مهم وكويس جدا. لما أقول لك كده أنا فهمت إن البعد البوري من الكلام اللي أنا قلته في الأول بيساوي 10 سنتي، بيطلب مني طلب بقى احط الجسم على اي بعد عشان احصل على صوره تقديريه ومعتدله ومكبره. قلت لك في العدسه المحدبه هو موضع واحد بس اللي تكون الصوره فيه تقديريه معتدله مكبره، اللي هي بتاعه الميكروسكوب اللي احنا لسه قايلينها، لما يكون الجسم على بعد اقل من البعد البوري. اذا انا احط الجسم على اي بعد تحت ال 10 سم، 9 سم، 8 سم، 7 سم، اي قيمه وخلاص اقل من ال 10 سم. طب هزود عليها حته، اقول لك احط الجسم على اي بعد عشان تتكون له صوره حقيقيه ومقلوبه ومساويه للجسم. تقولي هو مش البعد البوري يا مستر على بعد 10 سنتي؟ اذا انا احط الجسم على بعد بيساوي الميم اللي هو ضعف البعد البوري، يبقى احط الجسم على بعد بيساوي 20 سنتي، وبالتالي ستتكون صوره حقيقيه ومقلوبه ومساويه للجسم. طيب طبعا هنقول بعض الملحوظات المهمه على الوحده الثانيه. يمكن الحصول على صوره تقديريه معتدله مكبره من خلال عدسه محدبه او مرايه مقعره، طبعا في حاله واحده بس، لما يكون الجسم على بعد اقل من البعد البوري. لا ننسى هذه الملحوظه الهامه جدا. طيب يمكن الحصول على صوره تقديريه معتدله مصغره من خلال عدسه مقعره او مرايه محدبه. مش هنقول بقى مكان معين عند وجود الجسم على اي بعد في العدسه المقعره او المرايه المحدبه، لان هي تعتبر حاله وحيده فقط. دايما بحصل على صوره تقديريه معتدله مصغره. طيب رقم 3، النسبه بين طول الجسم وطول الصوره في العدسه المقعره او المرايه المحدبه دايما بيبقى اكبر من الواحد. طبعا العدسة المقعرة بتكون الصورة مصغرة، فبالتالي طول الجسم دايما هيبقى أكبر من طول الصورة، يعني البسط أكبر من المقام، يبقى النسبة تبقى أكبر من الواحد. طيب بعد الجسم عن المرآة المستوية بيساوي بعد الصورة عن المرآة المستوية. طبعا برضو بيجي فيها أسئلة يقول لي جسم كان على بعد 10 سنتي من أو 2 متر من مرآة، يبقى بعد الصورة عن المرآة برضو 2 متر. طب بعد الجسم عن الصورة، تقول لي بقى المرة دي نجمع 2 زائد 2 يساوي 4 متر. دي نماذج الأسئلة اللي بتيجي فيها. بعد الجسم عن المرآة مستوية بيساوي نص بعد الجسم عن الصورة، لأن الجسم عن الصورة ضعف بعد الجسم عن المرآة أو ضعف بعد الصورة عن المرآة. طيب إذا اقترب جسم من المرآة مستوية فإن صورته تقترب من المرآة بنفس القيمة، يعني الجسم قرب متر، الصورة طبعا مش هتفضل واقفة، هي تقرب هي كمان متر من المرآة. طيب لما يقول لي مثلا في الامتحان الصورة المعكوسة لا تنتج إلا من مرآة مستوية، عندما يقترب الجسم من مرآة مقعرة فإن الصورة بتبتعد وبتزداد في الحجم أو بتبدأ إنها تكبر. طيب بعض المقارنات الهامة في الوحدة التانية، لما أقول مثلا كسر النظر وطول النظر من حيث الوصف، هقول بيرى الأجسام، يعاني الشخص المصاب بكسر النظر من رؤية الأجسام القريبة بوضوح والأجسام البعيدة طبعا هي على بعد 25 سنتي آخر مدى لي أو أقل مدى، وبيرى الأجسام البعيدة بيراها مشوهة. طب وطول النظر العكس، بيرى الأجسام البعيدة اللي هي على بعد 6 أمتار أو أكبر من 6 أمتار بوضوح، والأجسام القريبة بيراها مشوهة. الأسباب طبعا في قصر النظر، قلنا إن الأشعة مش قادر إنها توصل على الشبكية، بتتجمع عند نقطة أمام الشبكية. فأقول طبعا أحد الأسباب الآتية هو الفكرة أو هو اللي سبب المرض، قد يكون بسبب قصر بسبب زيادة قطر كرة العين في حالة قصر النظر، أو زيادة في تحدب العدسة العينية المحدبة. طب وفي حالة طول النظر، لإما بيكون نقص قطر كرة العين أكثر من اللازم، فبالتالي الأشعة عدت الشبكية وكونت عند نقطة خلف الشبكية، وقد يكون نقص في تحدب العدسة العينية. طب مكان الصورة طبعا زي ما قلت لكم في قصر النظر أمام الشبكية، وفي حالة طول النظر عند نقطة خلف الشبكية. بعالج مريض قصر النظر، طبعا هو عنده افتكر عنده زياده في تحدب العدسه العينيه، يبقى مش هينفع ان انا استخدم له عدسه محدبه، هستخدم عدسه مقعره. طبعا قلنا الاجابه في سؤال في صوره سؤال علل، لانها بتعمل على تفريق الاشعه قبل سقوطها على العدسه العينيه المحدبه فتتكون الصوره الشبكيه. طب في حاله طول النظر هقول هستخدم عدسه محدبه. طيب برضو نتابع المقارنات، يقول لي مقارن ما بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية. هقول ان الصورة الحقيقية دائما مقلوبة، لا توجد صورة حقيقية معتدلة، دائما الصورة الحقيقية مقلوبة. طب والصورة التقديرية دائما معتدلة. طيب الصورة الحقيقية ممكن استقبلها على حائل، الصورة التقديرية لا يمكن استقبالها على حائل. الصورة الحقيقية بتنتج دائما من انطلاق الأشعة سواء انها كانت منعكسة
أو منكسرة. الصورة التقديرية تنتج من تلاقي امتداد الأشعة أيضا سواء كانت منعكسة أو منكسرة، دي مقارنة بوجه عام. طيب مقارنة أيضا ما بين البؤرة الحقيقية والبؤرة التقديرية، البؤرة الحقيقية تنتج من تلاقي الأشعة، البؤرة التقديرية تنتج من تلاقي امتداد الأشعة برضو زي ما قلت لكم منعكسة أو منكسرة. طيب دي يمكن أهم الأجزاء أو الأسئلة اللي على الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة، طبعا الوحدة الثالثة كان جزء بيتكلم عن الكون والفضاء وفيما شابه ذلك يعني، والنظريات الكونية وحاجات زي كده، نراجعها برضو في صورة بعض الأسئلة الهامة جدا اللي بتيجي عليها برضو زي ما اتفقنا كده زي الوحدة الأولى والثانية. نرجع نبدأ بأسئلة مصطلح علمي. فلما يقولي في الامتحان اكتب المصطلح العلمي، الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات، هقول الكون. طب تجمع لعدد كبير من النجوم في تناسق وترتيب معين، هقول ده تعريف المجرة. طيب مجرة تحتوي على الشمس والنظام الشمسي، دي طبعا مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة. تحتوي على كل النجوم التي نراها ليلا أو بالليل، دي مجرة أيضا درب التبانة. الشمس وثمانية كواكب تدور حولها، دي النظام الشمسي. طيب السؤال رقم 6، تقع على أحد الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة، دي المجموعة الشمسية طبعا البعيدة عن مركز المجرة. رقم 7، تمدد الكون وتلاحم الجسيمات الذرية مكونة غازي الهيدروجين والهيليوم، دي نظرية طبعا الانفجار العظيم. أكبر نجم يمكن أن نشاهده أو يشاهده سكان الأرض، طبعا هو أقرب نجم لينا وأكبر نجم هو الشمس. قرص غازي مسطح مستدير كون المجموعة الشمسية، ده اسمه السديم الشمسي أو السديم. طيب قوة تحافظ على استمرار دوران الكواكب حول الشمس، دي قوة الطاردة المركزية أو الطرد المركزية. طبعا هو في قوة جاذبة مركزية من النجم الكبير، فعشان الكوكب يقدر ان هو ما ينجذبش للنجم أو للشمس زي كوكب الأرض، مضطر ان هو يدور بسرعة. السرعة دي هي اللي هتحدد قوة عنده اسمها قوة الطاردة. طبعا زي ما قلنا ان أسرع الكواكب هو أكتر الكواكب اللي بتنجذب للشمس اللي هو كوكب عطارد، لأن قريب جدا طبعا تبعا للنظرية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي في قانون الجذب العام، ان كل ما بتقل المسافة بتزيد قوة التجاذب. فقوة التجاذب على كوكب عطارد كبيرة، فهو لازم يزود القوة الطاردة ازاي؟ عن طريق ان هو بيمشي بسرعة كبيرة جدا، وبتقل السرعة كل ما بيبعد الكوكب. طيب السؤال اللي بعد كده، المدة التي يستغرقها الكوكب لعمل دورة كاملة حول محوره، ده طبعا تعريف اليوم طبعا، او بالعكس، او اقولي مثلا في الامتحان مزناني بقولنا ان اليوم على كوكب الارض بيساوي 24 ساعة، اقول اي ان المدة التي يستغرقها الكوكب لعمل دورة كاملة حول محوره تساوي 24 ساعة كوكب الارض. طيب المدة التي يستغرقها الكوكب لعمل دورة كاملة حول الشمس، دي السنة. قرى من غازي الهيدروجين والهيليوم وغبار الحديد والصخور والثلج، ده السديم الشمسي. طيب قوة الجذب طبعا رقم 14 مهمة جدا، قوة الجذب من جسمين بتتناسب تناسبا طرديا مع كتلتيهما أو حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما، ده قانون الجذب العام اللي حطه طبعا العالم الشهير جدا نيوتن. طبعا قوة الجذب بتقاس على اسمه، بتقاس بالنيوتن. طيب تاني نموذج من الأسئلة على الوحدة التانية، أسئلة أعلل. يقول لي في الامتحان على اللي مآتي للمجرات أشكال محددة والحسب تناسق وترتيب النجوم في المجرة. سؤال رقم 2، على اللي مآتي الاتساع المستمر للكون، طبعا احنا قلنا ان كل ما في الكون في دائم او دائم الحركة، وبالتالي هقول بسبب تباعد المسافات بين المجرات نتيجة الحركة المستمرة حول مركز الكون ونتيجة حدوث طبعا الانفجار العظيم، فالكون في تمدد وفي حركة، او جميع ما في الكون في تمدد وفي حركة الى ما شاء الله طبعا باستمرار. سؤال رقم 3، على اللي مآتي ثبات دوران الكواكب في مدارات حول الشمس، هقول بسبب التوازن بين قوتين لنا لسه قايلهم لكم من شويه، قوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الكواكب بسرعة، والقوة الجاذبة الناتجة من الشمس او جاذبية الشمس. طيب السؤال رقم 4، اختلاف اليوم على سطح الكواكب، ده سؤال برضو مهم، طبعا قلنا بسبب عاملين، هقول بسبب اختلاف مدة دوران كل كوكب حول محوره، فاختلاف في السرعة، كل كوكب بيدور بقى بسرعة على حسب الكوكب، ممكن يكون سريع وممكن يكون بطيء، بقول على بسبب اختلاف مدة الدوران وسرعة الدوران، وكذلك اختلاف نص قطر الكوكب. طب اختلاف السنة على سطح الكواكب من كوكب إلى كوكب آخر، أقول بسبب اختلاف أيضا سرعة دوران الكوكب حول الشمس، وكذلك بسبب اختلاف بعد الكوكب عن الشمس. سؤال رقم 6، على اللي مآتي تباعد المجرات عن بعضها البعض، أو لأن الكون في حالة تمدد مستمر، وده نتج طبعا نتيجة حدوث الانفجار العظيم. رقم 7، على اللي مآتي نشأة نظرية السديم، عاول طبعا الفكرة
ان لابلاس في الوقت اللي حط فيه النظريه اللي هو البحث بتاعه النظام العالم، كان في بعض المشاهدات اللي خلته يحط نظريه السديمه، ورقم واحد وجود ما يشبه السحاب او السديم في الفضاء، 2 وجود الحلقات السحابيه او السديميه تحيط ببعض الكواكب، مثال على كده زي كوكب زحل. طيب سؤال رقم 8 علي لماتي، تكوانت الكواكب الداخليه، طبعا الكواكب الداخليه اللي هي اول 4 كواكب، عطارد والزهره والارض والمريخ، تركيبهم متماثل الى حد كبير جدا جدا، هقول بسبب اتحاد الغبار ببعضه البعض بسبب الجاذبيه ادى الى تكوين الكواكب الداخليه اللي هي بتبقى صخور وحديد وتلج، وده المكون الاساسي لكوكب الارض وباقي الكواكب الداخليه. علي لماتي، تكوانت الكواكب الخارجيه، هو نتيجه اتحاد الغبار مع الثلج وغازي الهيدروجين والهيليوم، وبالتالي تكونت الاربع كواكب اللي هو ابتداء من المشترى ثم زحل وأورانوس ثم اخيرا كوكب نبتون. السؤال رقم 10، علي لماتي فقد السديم لشكله القروي واصبح قرص مسطح دوار، او الفكره كلها ان لما زادت سرعه دورانه حول نفسه او حول محوره زادت قوة اسمها قوة الطاردة المركزية، يبقى أقول كده بسبب زيادة القوة الطاردة المركزية طبعا نتيجة تحركه بسرعة حول محوره، ففقد الشكل القروي وأصبح على شكل قرص مسطح دوار. سؤال رقم 11، علي لماتي حدوث تمدد كبير لجزء من الشمس عند اقتراب النجم العابر لها، طبعا أقول لقوة جاذبية النجم العابر. سؤال رقم 12، تماسك مادة الكواكب، طبعا الفكرة كلها بسبب قوة الجاذبية بتاعت الكواكب فبدأت انها تتجاذب ببعضها البعض وتتماسك. طيب سؤال رقم 13، توهج بعض النجوم لفترة معينة ثم العودة للحالة العادية للنجم، دي الفكرة اللي قال عليها ألفريد هويل في النظرية الحديثة، طبعا اقول بسبب حدوث انفجارات نووية قوية جدا داخل النجم فتؤدي الى قصف بعض الحمم الكبيرة او كمية كبيرة من الغازات المشتعلة فيزداد الحجم ويزداد التوهج، ثم لا يلبس أن يقل حدة الانفجارات فيعود الكوكب لمكان عليه ويقل إلا معاه. طيب سؤال رقم 14، تكاثف الخط الغازي الناتج في نظرية النجم العابر برضو بسبب قوة الجاذبية. سؤال رقم 15، تزداد سرعة دوران الكواكب كلما اقتربت من الشمس، هقول لسه قايلها لكم برضو من شوية حتة طبعا مهمة، هقول بسبب التغلب على قوة الجاذبية الناتجة من الشمس فلازم الكوكب يزود السرعة بتاعته علشان يزود قوة أو ينشئ قوة اسمها قوة طاردة مركزية التي تعادل القوة الجاذبية المركزية وبالتالي يحافظ على مداره ولا يقرب من الشمس ولا يبعد من الشمس. طبعا هي لو زادت القوة الجاذبية عن القوة الطاردة كمعلومة الكوكب هيبدأ يأثر الدورة بتاعته لغاية لما يصطدم بالمركز. طب ولو زادت أو العكس بقى، لو زادت القوة الطاردة عن القوة الجاذبة هيبدأ يوسع الدائرة بتاعته أو المدار زي كوكب بلوتو اللي كان موجود، الكوكب التاسع اللي في المجموعة الشمسية اللي طبعا قدر ان هو يهرب من مجال الجاذبية لنجم الشمس ويبتعد عن المجموعة الشمسية. طيب ثالثا مقارنات، طبعا مقارنة مهمة جدا جدا في الجزء دوت اللي هي ما بين الثلاث نظريات، نظرية السديم ونظرية النجم العابر ونظرية الحديثة. فطبعا ممكن يقولي في الامتحان هو مش هيجيب لي مثلا مقارنة كلها، ممكن يقولي من حيث مؤسس النظرية، هو نظرية السديم العالم لابلاس، نظرية النجم العابر شامبرلين ومولتن، نظرية الحديثة ألفريد هيل أو ألفريد هويل، عادي زي بعض يعني. طيب من حيث التفسير أو ماذا تفسر، الثلاث نظريات بيفسروا نفس الفكرة اللي هي نشأة المجموعة الشمسية أو نشأة كواكب المجموعة الشمسية. اصل المجموعه الشمسيه في كل نظريه ايضا ممكن يقولي في الامتحان قارن ما بين نظريه السديم ونظريه النجم العابر من حيث اصل المجموعه الشمسيه. طيب هقول في السديم اصل المجموعه الشمسيه هو السديم، طيب اللي هو برضو كان جزء من الشمس. طب في نظريه النجم العابر اصل المجموعه الشمسيه الشمس كانت موجوده وتكونت الكواكب من الشمس، اذا اصل المجموعه الشمسيه هي الشمس في نظريه النجم العابر لتشامبرلين ومولتن. طب في النظريه الحديثه اصل المجموعه الشمسيه نجم اخر بخلاف الشمس هو اللي انفجر والمادة الغازية بتاعته والمادة اللي هي السديم بتاعته أو الغبار اللي كان بيتكون منه اللي هو الحديد والصخور هو اللي كون كواكب المجموعة الشمسية. طب إيه هي القوة اللي ساهمت في تكون المجموعة الشمسية في كل نظرية؟ نظرية السديم طبعا الحتة المشهورة جدا اللي فيها اللي هي قوة طاردة المركزية اللي فهمتنا يعني إيه كلمة قوة طاردة مركزية. في نظرية النجم العابر قوة الجاذبية بتاعت النجم العابر لما قرب من الشمس وجذب سحابة غازية من الشمس. في النظرية الحديثة القوة النووية أو قوة الانفجار النووي القوية جدا التي تحدث في النجوم. طيب نكمل بقية المقارنات، لو قال لي مثلا ما بين أطول الأيام وأقصر الأيام، أطول الأيام على كوكب الزهرة
واقصر الايام على كوكب المشتري. طب واطول السنوات؟ طبعا هيبقى ابعد كوكب خالص اللي هو كوكب نبتون، واقصر السنوات اول كوكب خالص اللي كوكب عطارد. طبعا مع ملاحظه حته مهمه جدا، ان كوكب الزهره بيتميز ان اليوم عليه اطول من السنه. طب لو قال لي في الامتحان يعني سبحان الله كوكب اليوم عليه اطول من السنه، يعني معنى كده ان المده اللي بيستغرقها في الدوران دوره كامله حول محوره اكبر من المده اللي بيستغرقها في الدوران دوره كامله حول الشمس، دايما اقول نتيجه نقص سرعه دورانه حول محوره عن سرعه دورانه حول الشمس، او العكس ان سرعه دورانه حول الشمس اكبر من سرعه دورانه حول نفسه او حول محوره، فبالتالي اليوم عليه اطول شويه من السنه. طيب نقول لي مثلا قارن ما بين نظريه الكون المفتوح ونظريه الكون المغلق. هقول ان نظريه الكون المفتوح لو الرسم البياني بتاعها اللي تحت دوت للعلاقه الطرديه، ان الكون في حاله تمدد مستمر. طب ونظريه الكون المغلق بتقول ان الكون سوف يتوقف عن التمدد ويبدا في التقلص حتى يصبح متراصا وحارا جدا، ثم يحدث انفجارا عظيما مره اخرى او تمهيدا لحدوث انفجار عظيم مره اخرى، اللي هي الرسمه الثانيه اللي بتبين ان الكون زاد في التمدد ثم يبدا يتقلص ثاني تمهيدا لحدوث انفجار عظيم مره اخرى. طيب بعض المعلومات الهامه ايضا في الوحده الثالثه، يعني اقول مثلا رقم واحد قوه جذب الشمس لكوكب الزهره اكبر من قوه جذبها لكوكب الارض. طبعا الفكره بتاعت نظريه او قانون الجذب العام لنيوتن، الكوكب او الجسم كل ما بيقرب من الجسم اللي بيجذبه بتزيد قوه التجاذب. طب قوه الجذب من جسمين بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه. كفكره او كملحوظه لو قال لي مثلا يعني ان لو المسافه زادت للضعف ما بين كوكبين او ما بين جسمين بوجه عام، يعني في كانت واحد زادت للضعف بقت اتنين، القوه هيحصل لها ايه؟ تقول لي ثواني، هو مش انت بتقول ان المسافه زادت يبقى القوه هتقل؟ طب المسافه زادت للضعف القوه تقل بمقدار كام؟ اوعى تقول لي بمقدار النص. اشمعنى؟ لان القاف هتتناسب مع مربع المسافه تناسب عكسي وليس طردي، يبقى اقول واحد على فيه تربيع، يبقى واحد على مربع الاثنين يعني واحد على اربعه، لان هربع الاثنين تبقى اتنين الكل تربيع، يعني القوه ستقل قوه التجاذب بمقدار الربع، لان العلاقه ما بين القوه والمسافه هي القوة ومربع المسافة، وبالتالي هربع النسبة اللي بيقول لي عليها. طبعا مع ملاحظة ان العلاقة دي علاقة عكسية. هو رقم ثلاثة في المعلومات او الملحوظات الهامة، نظرية الانفجار العظيم طبعا هي اللي فصلت نشأة الكون. طبعا في عجالة ان في بعد دقائق من الانفجار العظيم اتكون غازين 75% هيدروجين و 25% هيليوم، طبعا برضو بيسأل عنها في الامتحان، كنسبة 3:1. وتاني حاجة حصلت تلحمت المادة، ثم نشأت أسلاف المجرات، ثم تشكلت المجرات بعد ذلك، ثم أخذت مجراتنا ضرب التبانة الشكل الكرسي، ثم ولدت الشمس تقريبا طبعا بعد 10,000,000,000 سنة من الانفجار العظيم، أو منذ 4,600,000,000 سنة من الآن، ثم بدأت أشكال الحياة الأولى على كوكب الأرض بعد 12,000,000,000 سنة من الانفجار العظيم، أو منذ 3,000,000,000 سنة من الآن. طيب طبعا في العصور القديمه كان في بعض الكلام او الافكار، يعني في العصر الحجري سيطرت الخرافات على نشاه الكون، في عند المصريين القدماء والبابليين ربطوا بين ازليه الكون والالهه المتعدده. طبعا كل فكر بقى على حسب الوقت اللي كان منتشر فيه او اللي موجود فيه الناس، طبعا على حسب بقى التقدم غير دلوقتي. طبعا الاغريق والرومان حاولوا وضع النظريات لتفسير الظواهر الكونيه، واخيرا الهنود والصينيون ساد عندهم علم التنجيم في تفسير نشأة الكون. طيب الوحدة الرابعة والأخيرة نختم بيها مراجعة النهائية أو مراجعة ليلة الامتحان في مادة العلوم. مثلا لما يقولي في الامتحان مصطلح علمي، طبعا جزء دوت اللي هو البيولوجي أو الأحياء، فيقولي رقم واحد وحدة بناء الكائن الحي، طبعا الخلية سواء كان حي كائن حي إنسان أو حيوان أو نبات. اثنين يتركب كيميائيا من حمض نووي وبروتين وله دور رئيسي في انقسام الخلية، ده الكروموسوم. ثلاثة نقطة الاتصال الكروماتيديين معا، ده اسمه السنترومير. طب جزء من الحمض النووي بيحمل الصفات الوراثية، ده اسمه الجين. رقم خمسة التور الذي يحدث فيه مضاعفة المادة الوراثية، ده طبعا التور البيني أو التور التحضيري. رقم ستة تقاصر بيتم من فرد أبوي واحد وبينتج أفراد مطابقة تماما للفرد الأبوي، ده طبعا التقاصر اللاجنسي. رقم سبعة تقاصر بيستلزم وجود فردين أحدهم مذكر والآخر مؤنث، ده طبعا التقاصر الجنسي. رقم 8 قدرة بعض الكائنات الحية على تجديد الأجزاء المفقودة، ده طبعا التقاصر بالتجدد. رقم 9 تقاصر بيتم من خلال بعض أجزاء النبات، ده طبعا التقاصر الحضري.
اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجود ده الاخصاب، خلايا تحتوي على نصف المادة الوراثية للنوع، دي بيقول عليها اسمها الخلايا الجنسية، أو المفهوم طبعا المعروف طبعا اسمه الأمشاج، طبعا سواء كانت أمشاج مذكرة أو مؤنثة اللي بتحمل نون من الكروموسومات. سؤال رقم 12، ناتج اندماج المشيج المذكر والمؤنث وبيحتوي على اتنين نون، ده طبعا الزيجود. السؤال بعد كده، بيحتوي على مادة وراثية من كلا الأبوين، وعند نموه بيعطي أفراد بتجمع صفات الأبوين، ده طبعا الزيجود، لأنه بياخد نص المادة الوراثية من الفرد المذكر ونص التاني من الفرد المؤنث. رقم 14، عملية تساهم في تبادل الجينات بين الكروماتيدات، دي طبعا مهمة جدا جدا، اللي هي عملية أو ظاهرة العبور، اللي هي احنا قلنا بتحدث في نهاية الطور التمهيدي الأول للانقسام الميوزي الأول. السؤال بعد كده، عملية حيوية بيقوم بها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه، ده التقاصر. تاني نوع أو تاني نموذج من الأسئلة في الوحدة الرابعة، اذكر أهمية واحدة لكل ممادي التقاسم. هقول طبعا حماية النوع من الإنقراض. طب إيه هي أهمية الانقسام الميتوزي؟ هقول رقم 1، بيعمل على زيادة النمو. 2، تعويض ما يتلف من خلايا أو أنسجة. ممكن أزود كمان عليه رقم 3، تحقيق التقاصر اللاجنسي. الكائنات اللي هتتقاصر اللاجنسي بتستخدم الانقسام الميتوزي كوسيلة لإتمام التقاسم. سؤال رقم 3، الانقسام الميوزي موضح ما هي اهميته. هقول رقم 1، تكوين الامشاج. رقم 2، نقل الصفات الوراثيه الى الابناء. طبعا الفكره كلها في تكوين الامشاج ايضا ان هو بيختزل عدد الكروموسومات لنصف عددها، طبعا لبقاء عدد الكروموسومات ثابت في الفرد الواحد. طيب سؤال رقم 4، في اذكر اهميه واحده لكل مماياتي الطور البيني. هقول بيعمل على مضاعفه او بيتم فيه مضاعفه الماده الوراثيه قبل الدخول في مراحل الانقسام المختلفة. طيب عملية العبور طبعا مهمة جدا جدا، ايه هي اهميتها؟ هقول تعمل على تبادل الجينات التي تتوزع في الامشاج، مما يؤدي لتنوع الصفات الوراثية لافراد النوع الواحد، طبعا عن طريق تبادل لبعض اجزاء الكروماتيدات الداخلية في الطور الرباعي، في زي ما قلت لكم في نهاية الطور التمهيدي الاول للانقسام الميوزي الاول، ده هيعمل على تبادل او تنوع في الصفات الوراثية او الجينات الوراثية، وبالتالي تنوع في النسل الناتج من هذه الافراد التي تتقاصر جنسيا. طيب الانقسام الميوزي الثاني اهميته ايه؟ قلنا ان الانقسام الميوزي الثاني هو انقسام ميتوزي، وبالتالي اهميته بيعمل على مضاعفه عدد الخلايا الناتجه. طيب ثالثا، على اللي ماتي، تباين الصفات بين افراد النوع الواحد، اقول بسبب عمليه العبور والتي تؤدي لتبادل الجينات وتوزيع هذه الجينات في الامشاج، مما يؤدي لتنوع الصفات الافراد النوع الواحد. يعني ممكن يجي سؤال على ظاهره العبور كده بسبب يعني على ليه بتتباين الصفات ما بين افراد النوع الواحد، او ايه هي اهميه ظاهره العبور زي ما احنا اتفقنا وقلنا. طيب السؤال بعد كده، على المئات الانشطار الثنائي يعتبر تقاصر لا جنسي. هقول انه بينتج من فرد ابوي واحد وبينتج افراد تحمل نفس صفات الفرد الابوي الواحد، مع ملاحظه ان الانشطار الثنائي عليه معلومه مهمه جدا او ملحوظه مهمه جدا، ان النوع الوحيد في التقاصر اللا جنسي اللي بيختفي فيه الفرد الابوي بعد اتمام عمليه التقاصر الجنسي هو الانشطار الثنائي. سؤال بعد كده، علل ما ياتي ثبات عدد الكروموسومات في النوع الواحد، ده ايضا سؤال هام جدا جدا. هقول بسبب الانقسام الميوزي هو السبب طبعا في كده، الذي ينتج عنه امشاج مذكره اللي هي فيها نون نص العدد من الكروموسومات، وامشاج مؤنثه فيها النص الثاني، وعند حدوث الاخصاب بيتكون الزيجود الذي يحتوي على الماده الوراثيه الكامله اللي هي 2 نون. على اللي ما ياتي الافراد الناتجه من التقاصر الجنسي صوره طبق الاصل من الفرد الابوي، هقول ان التقاصر الجنسي بيعتمد على انقسام ميتوزي، بدل ما هو انقسام ميتوزي هتنتقل الماده الوراثيه كامله من الفرد الابوي للابناء، وبالتالي هينتج افراد طبق الاصل من الفرد الابوي. طيب على اللي ما ياتي التقاصر الجنسي بيساهم في التغير الوراثي، هقول ان الافراد الناتجه لها صفات وراثيه جديده، الصفات دي مشتركه او تجمع ما بين صفات الابوين اللي هو الفرد المذكر والفرد المؤنث، الى جانب حدوث ظاهره العبور او عمليه العبور اللي هي عملت على حدوث تنوع في الجينات داخل كل فرد قبل اتمام عمليه التقاصر. يبقى هما حاجتين، ظاهره العبور، ثانيا بسبب اندماج نص الماده الوراثيه من الفرد المذكر ليها صفات معينه، والنص الثاني من الفرد المؤنث ليها صفات ثانيه، اول ما بيندمجوا بيتكون صفات جديده او صفات مشتركه من الفردين الابوين. السؤال اللي بعد كده، على اللي ما ياتي تحتوي البويضه على نصف الماده الوراثيه، طبعا اقول انها نتجت من انقسام ميوزي، وطبعا لازم بتكون شايله نص الماده الوراثيه عشان
المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي او حبه اللقاح بتكون فيها نص التاني من الماده الوراثيه عشان لما يجي يحصل الاخصاب والاندماج تتكون ماده وراثيه كامله، وبالتالي احنا كده نحافظ على ان عدد الكروموسومات يبقى ثابت في الفرد الواحد. طيب ممكن يقول لي في الامتحان مثلا حدد الطور الذي يحدث فيه كل مماتي. رقم 1 مضاعفه الماده الوراثيه، هقول ده بيحصل في الطور البيني. 2 تكاثف الشبكه الكروماتينيه وظهور الكروموسومات، ده طبعا في الطور التمهيدي. 3 اختفاء النويه والغشاء النووي وظهور خيوط المغزل، ده طبعا في الطور التمهيدي. 4 تتراص الكروموسومات عند خط استواء الخليه، طبعا انا افتكر على طول بكلمه عند خط الاستواء الخليه لما تتراص الكروموسومات طوليا ده اسمه الطور الاستوائي. 5 بينقسم سنترومير كل كروموسوم الى نصفين طوليا ويبتعد كل كروماتيد عن الاخر وينفصلان، ده طبعا الطور الانفصالي. 6 تكوين كروموسومات كامله عددها مساويا لعدد الكروموسومات الموجوده في الخليه الام، ده طبعا في الطور النهائي. طيب رقم 7 في حدد الطور الذي يحدث فيه كل مماتي، تتكون خيوط نوويه ثم شبكه نوويه وتختفي خيوط المغزل، ده في الطور النهائي اللي احنا قلنا فيه بيحدث مجموعه من التغيرات العكسيه، حتى سميناها تغيرات عكسيه لان عكس اللي بيحصل في الطور التمهيدي. طيب 8 حدوث عمليه العبور، ده اسمه او في اي طور بيحدث فيه الطور التمهيدي الاول طبعا في الانقسام الميوزي الاول. 9 تترتب ازواج الكروموسومات على خط استواء الخليه، طبعا في صوره ازواج يبقى اسمه الطور الاستواء الاول. 10 تنكمش خيوط المغزل ناحيه قطبي الخليه فيبتعد كل كروموسومين متماثلين عن بعضهما، ده الطور الانفصالي الاول. 11 بيتكون غشاء نووي يحيط بالكروموسومات، مكون النواتين كل واحده تحتوي، اهم كلمه، نصف الماده الوراثيه، لا يبقى ده كده الطور النهائي الاول. لو قال الماده الوراثيه كامله يبقى ده الطور النهائي من غير اول، او قول الطور النهائي الثاني، لكن لما يقول نص الماده الوراثيه ده طبعا مش بيحصل غير في الطور النهائي الاول. طيب مقارنات، لما اقول لك مثلا قارن ما بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي، طبعا من حيث اين يحدث هقول ده في الخلايا الجسديه وده في الخلايا التناسليه، طبعا مع ملاحظه ان الانقسام الميتوزي بيحدث في جميع الخلايا الجسديه ما عدا الخلايا العصبيه لا يحدث فيها انقسام ميتوزي، او طبعا الميوزي مش بيحصل غير في الخلايا التناسليه فقط، يعني الخلايا العصبيه مش بيحصل فيها ولا كرات الدم الحمراء البالغه. طيب من حيث في الانقسام الميوزي بقى اين يحدث؟ قلنا في الخلايا التناسليه. من حيث الاهميه هقول الانقسام الميتوزي بيعمل على رقم 1 النمو، 2 تعويض ما يتلف من خلايا او انسجه، 3 تحقيق التقاصر اللاجنسي. طب في الانقسام الميوزي هقول الاهميه بتاعته تكوين الامشاج ونقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء. عدد الخلايا الناتجه في الانقسام الميتوزي خليتين تحمل كل منهم ماده وراثيه مقدارها 2 من نفس الماده الوراثيه، يعني لو في خليه جسديه في الانسان في 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 الغشاء المبطن للفم انقسمت او في الجلد انقسمت ميتوزين بيبقى فيها 46 كروموسوم، لما تنقسم ميتوزين هحصل على خليتين بكل منها نفس العدد 46. طب في حاله الانقسام الميوزي عدد الخلايا الناتجه مش 2 لا هيبقى 4 خلايا في نهايه الانقسام خالص، وكل خليه تحمل نصف الماده الوراثيه، يعني لو في خليه تناسليه في الانسان فيها 46 كروموسوم لو خلصت الانقسام الميوزي هحصل في النهايه على 4 خلايا اللي هي هسميها الامشاج اللي هي تبقى حيوانات منويه او بويضات، ودي هتحمل نص العدد من الكروموسومات اللي هو 23 كروموسوم. طبعا يمكن دي نماذج من الاسئله والنقاط الهامه جدا اللي بتتكرر في امتحانات كتيره جدا في العلوم في الشهاده الاعداديه. طبعا اهم حاجه التركيز، ما اشوفش ان الورقه مثلا فيها اسئله اول ما اشوف ان هي سهله في اتغر بسرعه مثلا واحل. طبعا الطلاب الشاطرين جدا اكتر غلطاتهم بتبقى في الاسئله السهله مش في الصعبه بسرعه الحل. طبعا المفروض ان انا احل بتروي كويس جدا، اقرا السؤال مره واثنين وثلاثه، زمن الماده ساعتين فمده كويسه جدا وكافيه ان انا اقدر احل الاربع اسئله. الرسومات نرسمها طبعا زي ما قلت بالقلم الرصاص، يراعى طبعا ان احنا نراجع على السؤال واحنا بنحله مره واثنين وثلاثه. طبعا ان شاء الله اتمنى لكم يعني دوام النجاح والتوفيق من كايرو دار، واقابلكم ان شاء الله في الترم الثاني او في الفصل الدراسي الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.